أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم سادت أجواء دافئة بشكل عام، ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملموس، وساد طقس ربيعي دافئ في عموم المناطق. كان حار نسبيا في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث تسود أجواء غالبا صافية، 16 درجة مئوية الملموسة 15، الرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون غربية خفيفة السرعة، وبالتالي سيكون السحور في الخارج جيد بشكل عام. التوقعات الجوية اليوم غد بإذن الله لباقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، ارتفاعات واضحة على درجات الحرارة، طقس حار نسبيا في عموم المناطق، المفرق 30 إلى 16، إربد 29 إلى 17، عجلون 28 إلى 18، أما جرش 30 إلى 19 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى أيضا ارتفاعات واضحة على درجات الحرارة، الزرقاء 30 إلى 17، عمان 28 إلى 16، البلقاء 29 إلى 18، أما مأدبة 30 إلى 16، والبحر الميت طقس حار بشكل لافت 26 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 28 إلى 16، الطفيلة 26 إلى 16، معان 29 إلى 14، الشوبك 24 إلى 15 والعقبة 34 إلى 22 درجة مئوية. نختم نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية، الصفاوي 32 إلى 17، ويشهد 31 إلى 18، أما الأزرق تفرق لبعض الغيوم 32 إلى 18 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.